حكم اللحوم المجمدة، اللحوم المجمدة أصلها ما فرقت عن اللحوم غير المجمدة، غاية أنها وضعت في الفريزر أو في الثلاجة. لكن تسأل سؤالا بصورة أدق، حكم اللحوم المستوردة من روسيا، أقول لك الأصل في الروس أنهم ملاحدة، الأصل في الصينيين أنهم ملاحدة، فلا تأكل منها إلا إذا تأكدت أنها زكيت على الشريعة.